واذكر يا رب. طيب يعطيكم العافية يا شباب. بنبدأ اليوم في الباب الثامن اللي بحكي عن الليست. تمام؟ طبعا بده يكون في تمهيد للموضوع. الليست مرت علينا بس احنا بدنا نعرف يعني ليش احنا بنرجع راسنا وبيكون في عنا شغلات كثيرة وتفاصيل كثيرة ومطلوب منك انه انت تعرفها. في البرمجة فعليا انت في عندك الالجوريثمز الخوارزميات وفي عندك الداتا ستراكشر. هدول كتير مهمات في البرمجة. بدك تكون انه انت يعني متمكن في البرمجة لازم هدول الشغلتين انه انت تكون متمكن منهم. ايش هي الالجوريثمز او الخوارزمية؟ الخوارزمية هي عبارة عن مجموعة من الخطوات لحل مشكلة معينة. وهذا الكلام اكيد مر عليك في المقدمة، شفت الفلو تشارت او الستيبس لحل اشكالية معينة او مشكلة معينة. تمام؟ اما الداتا ستراكشر هي عبارة عن طريقة معينة لترتيب البيانات في الحاسوب. طريقة معينة لترتيب البيانات في الحاسوب. طبعا الاختلاف في الترتيب هذا بيدي لك داتا ستراكشر مختلفة زي ما احنا هنشوف في الليست. يبقى اول اشي احنا هناخده من ضمن الداتا ستراكشر الليست، هناخد اشياء تانية وهنشوف انه هذا ايش بتلزم والتانية في شغلات انه بقدرش اني اسويها في الليست، بحتاج مثلا شغلة تانية انه انا استخدمها فيها. انت فعليا محتاج التنين في البرمجة. لازم يكون عندك مبدأ حل المشاكل انه مسألة معينة تشوف ايش خطوات الحل تبعتها، وبلزمك كذلك انه انت تشوف ايش الطريقة المناسبة لترتيب البيانات عشان انه انت تحل فيها هاي المشكلة. طيب بدنا ندخل في مفهوم الكوليكشن. ايش هو ايش يعني كوليكشن؟ تجميع. تمام؟ فببساطة احنا سابقا كنت اقول انه والله اكس بتساوي 10 تمام، واذا حكيت انه اكس بتساوي 20 وبدك تطلع قيمة الاكس بتيلك 20 اخر قيمة. طب العشرة انا بدي اياها، يبقى هنا الاكس مش كوليكشن، هذا متغير مش كوليكشن، مش تجميع، مش تجميع على عدد قيم، بس بيحتفظ بقيمة واحدة. وانا فعليا قد احتاج في بعض المسائل ان انا احتفظ بعدة قيم. تمام؟ انا محتاج العشرة ومحتاج العشرين. تمام؟ فبالتالي ما انت كيف بدك تربطهم في بعض؟ احتاجت انت قيمة تانية بدك تحط واي، احتاجت قيمة ثالثة بدك تحط زد. طب وبعدين انا بدي متغير واحد بيحتفظ باكثر من قيمة. ببساطة تيجي تقول انه بغير النوع انه واي بتساوي، تفتح الجوز تبع الليست 10 20. هاي مفهوم الكوليكشن، انه انت متغير بيحتفظ باكثر من قيمة لانه احنا فعليا نحتاجها في المسائل. حتمر عليك مسائل انه ببين معك هذا الاشي. تمام؟ هذا الكلام انت عندك هيو موجود في السلايد بهذا الشكل. يبقى المتغير هذا مش كوليكشن. ليش مش كوليكشن؟ ببساطة السبب لأنه بيحتفظ بقيمة واحدة. بدك تحتفظ بأكثر من قيمة بتحتاج لإيش؟ لليست. تمام؟ انت عندك صديق واحد، صديق واحد ولا أكثر؟ أكثر من صديق. فبالتالي انت عندك هنا لو اجيت حكيت عد لي اصحابك، حكيت لي والله انا مصاحب احمد هاليومين عفوا زي هيك تمام، ومصاحب برضو علي بالضبط، وجيت بعد هيك قلت لك مين اصحابك؟ بس علي اخر واحد.
انا بدي لستة بصحاب بدي مالتيبل فاليوز اكثر من قيمه تكون مخزنه في متغير واحد. فبالتالي انت ممكن يكون عندك زي هيك انه فريند بتساوي انا عندي احمد وبرضو عندي علي محتاج القيمتين. انا ايش اديتك لغايه الان في الليست؟ بس نعم هذاك في الفورمات. انا بحكي لك هنا في تعريف ومتغيرات ما حطيتوش جوا سترينج هنا. تمام طيب هذه المتغيرات شو التايب تبعها؟ هاي نوع جديد ليست. يبقى احنا تعاملنا الانتجر انت اس تي ار وفلوت وهي صار في عندي نوع جديد تمام ليست. طيب هذا ممكن يكون انه المتغيرات هذه لازم تكون نفس النوع يعني بمعنى انه اكس بتساوي 10 20 وواي بتساوي اي وبي. طبعا هذه ليست اوف انتجرز وهي ليست اوف STR. ممكن يكون في عندي ليست التايبس تبعتها مختلفة يعني على سبيل المثال اجي اقول W بتساوي 1 2020 1 1 2 2 احمد. قديش معدل احمد؟ قديش؟ 60 فاصلة 3 تمام؟ هذا طموحك؟ فبالتالي أنا عندي التايب أول إشي انتجر سترينج فلوت بنفع؟ بنفع. فبالتالي أنت عندك هاي شوف الـ A عفوا الـ X والـ W والـ Y والدبل تمام انواع مختلفه. فبالتالي انه انت ممكن انه انت تحط فيه انواع مختلفه كيف التايب تبع الثلاثه عباره عن ليست كلهم ليست. هاي تايب اكس هاي كوما ممكن احط لك اياها في برنت عشان ايش تايب واي تايب ليست 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 تمام. ممكن يكون في عندي ليست جوا الليست تايب بتجيب لك التايب تبع المتغير نوع المتغير بتجيب لك نوع المتغير. ممكن يكون في عندك ليست جوا ليست. ممكن يكون في عندي مثلا على سبيل المثال A بتساوي 1 والعنصر الثاني عبارة عن ليست B 3 وهنا C وهنا 4. فبالتالي انت عندك تايبس مختلفة والعنصر الثاني عبارة عن ليست. نعم فبالتالي هنا كيف تعمل اكسس A of 0 1 A of 2 ايش بيطلع B 3 ليست نعم حكيت هذه رجعت لك ليست. بدي العنصر الاول ببساطة كمان مرة زي هيك زيرو تمام.
الامتي ليست زي ما احنا كان عندنا امتي سترينج. ايش وظيفة الامتي سترينج؟ سترينج فاضي تمام. تيجي انت بتطبعه زي هيك بيجيب لك كوتيشن فاضي. وفي البرنت برضو بيطبع الكاش ولا ايش. احنا فعليا برضو بنحتاج للامتي ليست. شوف كيف بتعرفها، لانه فعليا بتلزمنا انه انت تعرف امتي ليست وتخزن فيها النتائج. كيف بتعرف امتي ليست؟ كيو بتساوي قواس فاضية. يبقى هاي امتي ليست. او ممكن اقول دبليو بتساوي ليست بستدعي هاي الدالة. تمام، عشان خلي بالك هذه انه اسم كوليكشن اسمه ليست، فعشان هيك بدك تتجنب تستخدمه ضمن المتغيرات. فعشان هيك منفعش تقول انه على سبيل المثال تقول ليست، تقول ليست واحد ماي ليست زي هيك. تمام، بتحطوا الاقواس فاضية زي هيك فهو بروح بعمل لك امتي ليست. شوفهم هاي الكيو وهاي ليست واحد برضو لسه فاضية. تمام، ايش لازميتها فعليا؟ احنا بنحتاجها في المسائل. لسه انا بديك فهم مفاهيم، لسه ما اخذناش مسائل، بدي لك مفاهيم انه انت كيف تعرف لسه فاضية، لانه احنا حنحتاجها عشان تخزن فيها النتائج. طيب الاتوريشن variables، خلينا نفترض انه انا في عندي مجموعة من الاصدقاء. يوم مين؟ جوزيف وغلين وسالي. تمام، بدي الف عليهم باستخدام الاتريشن فاريبل. فبالتالي بتصير for name n friends print name. فبالتالي name اول لفة بيكون جوزيف، ثاني لفة بيكون غلين، ثالث لفة بيكون سالي. وهذا الكلام برضو بينطبق على الأرقام. فبالتالي هنا أول لفة النم بيكون 5، ثاني لفة بيكون 4، ثالث لفة بيكون 3، وانت بتطبع النم. فبالتالي 5 4 3 2 1. نعم. والطريقة الثانية يعني هنا على سبيل المثال، يعني خلينا ناخد انه هاي زي هيك، اقول لك بدي اياك ايش تسوي؟ تبعت لي رسالة ترحيبية او تهنئة لكل اصدقائك. فعليا هيك البرامج انت عندك في الموبايل فون، لو بدك تبعت رسالة لكل الكونتاكتس عندك في الفيسبوك، او بدك تبعت اس ام اس لكل الكونتاكتس بحطهم في لستة بلف عليهم كل واحد سنت 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 او بوست 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 بهذا الشكل، بهذا الشكل بالضبط. فبالتالي هنا ممكن اجي اقول انه لكل اسم موجود في اللستة بدي احكي له انه هابي نيو يير نيم بهذا الشكل. نفس الكونسبت اللي انت بتلاقيه انت عندك على تطبيقات الجوال. طبعا هذه الطريقة الأولى انه انت تعمل لوب باستخدام الاتريشن فاريو. تمام؟ بطبيعة الحال انت بتعرف انه لف، بدك تعمل لف على العناصر تبعت الليست. انت بتعرف انه ما دام انه هي ليست انا في عندي انديسيز. Indices جمع اندكس. انت عندك جوزيف الاندكس تبعه 0، غلين 1، سالي 2. تمام، فبالتالي بدنا نستخدم الايتريشن فاريبل. فبالتالي هنا بدي اكتب لك انه يوزنج عفوا مش الايتريشن فاريبل، باستخدام الاندكس. بدي اعمل ايتريشن باستخدام الاندكس. فبالتالي بصير فور كيف
For I n لين range لين range range بتعمل لي سلسلة من الأرقام لين اللي هي reference لين reference واضح ليش لين reference ما ينفعش تحط ثلاثة دائما أنت تعود إنه أنت تستخدم إنه هذه تكون الأشياء أنت عندك مرنة بحيث إنه لو اللستة هذه طولت صحبت أصدقاء جداد فبالتالي إنه خلاص الكود هذا بزبط أما لو حطيت رينج ثلاثة خلاص بزبط تمام طيب بعدها بدي أطبع print إيش happy خلي بالك لو حكيت I انت بتبدا يعني انت بتستخدم الاندكس انا بدي الفاليو بديش الاندكس فحيعمل لك هابي نيو يير 0 1 2 انا بديش الاي بدي الفرنت اوف الاي تمام يبقى هذه الطريقه الثانيه انه انت تعمل اكسس لا او تعمل ايتريشن على الليست طيب بدي يكون مفهوم انت عندك واضح انه الليست اميوتابل ايش معنات انه الليست اميوتابل شوف لي مين الاصحاب تبعونك الاصحاب تبعونك اصدقائك تمام جلين بغلب تبع مشاكل بدنا نستبدله تمام كيف بدي استبدله استخدام الاندكس بيساوي جلين هذا واحد مش كويس بدنا نستبدله بأحمد أو بحسن لا من خلال الاندكس مباشرة تمام شوف لي أصحابك هالجيت إيش صار فيهم حسن بدل جلين تمام هذا المبدا معناته انه الليست ميوتابل شو معناته انه ميوتابل انه العناصر تبعت الليست قابله للتغيير تمام يبقى هنا انه ميوتابل واضح شو معناته ميوتابل ليست لو سالتك هنا بتطلع لك الليسته كلها يعني انه هابي نيو يير جوزيف جلين سالي بين قوسين هابي نيو يير جوزيف شوف بديش انا هين مش الاندكس بدي الفاليو لكل اندكس تمام واضح مفهوم ميوتابل تمام يبقى اي عنصر انت ممكن تغيره باستخدام ايش الاندكس اي عنصر قابل للتغيير باستخدام الاندكس طيب السترينج مش السترينج هي عبارة عن ليست صح يعني انا عندي هنا البي او الاس بتساوي بانانا ايوه اس اوف الزيرو بجيب لي البي بدي اغير اول حرف بدي اقول اس اوف الزيرو بدل ما هي بي لفوق خفيفه بدها تصير بي مش هيك المفروض انه هو يقبل لكن بعطي لك ايرور شو السبب السبب انه السترينج از اميوتابل ليست غير قابله للتغيير تمام يبقى صحيح انه السترينج هي عباره عن ليست لكن شو الفرق انه الليست هذه اميوتابل تمام في لها داله ثانيه عشان انه انت يعني تعمل تبديل لمحتوى النص واضح يبقى ملخص اليوم احنا اخذنا مفهوم الكوليكشن ايش مفهوم الكوليكشن انه احنا محتاجين اكثر من قيمه نخزنها في نفس المتغير اول كوليكشن مرت علينا هي الليست تمام
وشفنا انه انت الليست ممكن تصلها باستخدام الاندكس تبعها او باستخدام الايتريشن فاريبل تمام، وشفنا انه ممكن تكون التايبس تبعتها مختلفه، وشفنا كذلك انه الليست اميوتابل ممكن تغير العناصر تبعتها، ولكن السترينج هي عباره عن ليست ولكن اميوتابل. المحاضره الجايه ان شاء الله بنكمل وبناخذ مسائل. يعطيكم العافيه.